دلوقتي يا جماعة هبدأ أعمل الدروة بتاع الكتلة دي. هعمل لاين زركتانجل دي الاكسترود قبل ما ادي الاكسترود احول الاديتور بسبلاين الاول. اظبط الحواف بتاعته. انا كنت ممكن اظبطها من الاول خالص بان انا اعمل سناب من الاول خالص، سناب على الفيرتكس اللي هي تولاي. بس يعني طالما اصل ممكن السناب برضو ممكن يعمل معايا مشكلة، ف طالما ظبطها يعني مش صعب قوي فمش مشكلة يعني عادي. هحول الاديتا بالبولي دلوقتي. انا عاوز اعمل دروة. صوت يا باشا. حدد السبلاين اللي جوه، حدد الفيس اللي جوه واعمل له انست. هعمل جرو عشان احدد كله. اضغط الت واضغط على الفيس اللي في النص اكسترود. حاجة زي كده مثلا. بعد كده بالبولين بقى هبدأ ايه اعمل التشكيلات ديت، يا اما بالبولين يا اما اعملها اصلا موديل بالإيديتا بالبولي عادي. فانا اصلا لو اعملها بالإيديتا بالبولي فهضطر اشتغل على النص والنص التاني اعمله سيمتري عشان مش هعرف اظبطها اصلا. لو عملتها كده لو عملتهم على النصين مش هعرف اظبطها قوي. فدلت النص دهوت واعمل سيمتري فليب. ايه حددت الايدج دوت وعملت حددت الايدج دي كلها وعملت كونكت. فعمل لي ايه؟ عمل لي ايدج في النص. قمت راح محدد الجزء اللي في النص التاني ودلته. حددت الفيرتكس اللي في النص التاني وعملت ديليت، فبيدلت البوليجونز وكل حاجه مرتبطه بيه. دلوقتي انا مثلا عاوز اعمل جزء مثلث اهوت وبعدين نازل تحت شويه وطالع من هنا. تمام. فاعمل كونكت بعدد الايدجات اللي انا محتاجها بالظبط. اول حاجه مثلا ده قمه المثلث، بعد كده المثلث بينزل كده، يبقى انا محتاج هنا ايدجين وايدج تالت عشان النزول وايدج رابع وخامس، يبقى خمسه. عملهم سكيل عشان يبقوا مستقيمين. خدوا بالكم يا جماعه لما ضغطت على الزرار ده دلوقتي، لما كان كده، لما كنت بعمل سكيل كان بيعمل لكل ايدج لوحده، كان بيعمل سكيل لكل ايدج لوحده. لما كنت ضاغط كده تمام كان بيعمل سكيل لكل ايدج لوحده. خدوا بالكم. انما لما ضغطت كده في النص بقى بيعمل لكلهم، بيعمل لكلهم عند المركز بتاعهم. دي نقطة مهمة أوي في الشغل، هي أصلا مشروحة في الدرس الفيديو بس بقولها تاني دلوقتي، مشروحة في الدروس الأول. فهعمل كده مثلا،
مظبوط ولا ايه؟ حركت الفيرتكس لقيتها يا جماعة الناحية دي شوية، عشان ايه؟ عشان لو كانوا كده مثلا ما يركبوش على بعض، النقطة ديت لو ركبوا على بعض هيعملوا هنا التشوه. بيحصل هنا مشكلة، شوفوا يا جماعة لما يقربوا من بعض بيحصل هنا مشكلة، فابعدها الناحية دي شوية. حاجة زي كده مثلا. بعد كده انا المفروض ايه؟ الحاجات البيضة ديت في كذا طريقة ممكن اعملها. هعمل ايه المفروض؟ هعمل انا احنا خدنا حاجة اسمها create shape from selection، صح؟ create shape from selection. فانا هعمل edge، والedge دوت هعمل منه create shape، تمام؟ فهعمل edge في النص، هعمل ايدج في النص بين ال في النص على الحيطة دوت، بان انا هعمل رينج. لما عملت رينج لف لي ايه؟ حدد لي كل الايدجات الموازية لبعضها هنا، تمام؟ بعدين اعمل كونكت. اعمل اوكي، وبعدين اعمل كريت شيب. اسألني انت عاوز الشيب ده سموث ولا لينير؟ هعمل له لينير. فعمل لي هو دلوقتي شيب من السليكشن اللي انا عملته، عمل لي هو خط اهوت سبلاين، عبارة عن اديتبل سبلاين من ال من الايدج اللي انا عملته. عمل انيبل ان ريندر وانيبل ان فيو بورت. ايه؟ لا، ما هو خلاص اتعمل واحد جديد مش معمول له سيمتري لسه. قلتوا ليه؟ عامل له سيمتري ان شاء الله، المفروض نعمل له سيمتري. فانا دلوقتي عندي السيجمنت اللي انا مش عاوزه هدلته، السيجمنت اللي انا مش عاوزه هدلته. الفيرتكس اللي هناك ديت مش عاوزها كلها، هدلتها. تمام كده. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هعمل اوت لاين للسبلاين ده، هعمل له اوت لاين مرتين. المشكله ان اللي انا وقعت فيها دلوقتي ان انا عملت السيجمنت من النص، كنت ممكن اعمله من الاطراف من الطرف واعمل اوت لاين مره واحده بس. يا جماعه لو الشكل اتعقد معايا قوي كده ممكن اعمل ايه؟ ايزوليت سيليكشن، حدد ده وده مثلا واعمل لهم ايزوليت سيلكشن.
بعمل اوتلاين مرة الناحية دي، اسحب النقط دي الناحية دي كلها. فمن يا جماعة بعمل كده ليه؟ بحاول اجيبها على اطراف الاطراف الحيطة، بحيث اديلها موديفاير دلوقتي اللي هو بيفل بروفايل ولا حاجة. استنى اديلها بيفل بروفايل، اعمل لي التشكيل. انا هعمل بروفايل جديد يا جماعة، عشان البروفايل ده اصلا ضخم قوي، فيعمل لي شكل مش كويس يعني. هعمل بروفايل بيك بروفايل، هذا البروفايل دوت، وبعد كده اخش على البروفايل دوت واصغره شوية، اعمل له سكيل. تمام، بعد كده اديله سيمتري. التشكيلات دي يا جماعة ممكن تعمل ماتيريال برضو، يعني غير ان انا عملتها تحت اصلا بالموديل، ممكن اعملها بالماتيريال فوق. لو مثلا لو لقيت شكل معقد اوي كده، ممكن اعملها بالماتيريال، بالبوم. بعد كده يا جماعة الجزء دوت، التفريغات ديت ممكن تعمل بولين، والدائري دي برضو نفس الكلام. عامل سلندر عادي. خلاص خلصت السيمتري، ممكن احول بعد كده، بعد لما ممكن احوله بعد كده لقيتها بالبولي تاني خالص، بحيث يعمله لي كل كتلة واحدة. بعد لما خلص سيمتري، حاول لي ديتا بولبولي. هعمل بولين او برو بولين، ستارت بيكنج، احدد الكورة دي. انا كده عملت ايه؟ ايه البتاع دي، الكورة دي الداري بسيطة، انا ممكن احط هنا بلان وادي لها ماتيريال ازاز عادي، مش مشكلة. ايوه، تقسيمات ايه؟ المربعات دي؟ امال ايه؟ دي بالماتيريال، بقولك بالمبات نعملها. اللي تحت ديت ممكن
لا لا، هنا ما عملتش حسابها من الاول. مشكلتها دلوقتي لو اتعملت ممكن تعمل تشويه كبير في الشكل. ممكن اعملها برضو بالسلايس، يا اما بالكات، يا اما باللي هو البولين. بس المشكله ان اصلا هتعمل تشويه في الشكل او شيب ميرج، في حاجه اسمها شيب ميرج برضو. فانا هعملها بالماتيريال احسن حاجه. ايه؟ اه، هنا في الصوره دي كله معمول بالماتيريال. تمام. في حاجه اسمها البامب في الماتيريال، اللي هي بتعمل الحاجات البارزه والغطسه، اللي هي بتعمل بيها العراميس دي. تمام. والالوان دهيت بتتعمل برضو بتعمل فوتوشوب بصوره عاديه، الوان مقلمه. والتشكيل ده نفسه بقى، اللي هو التشكيل دوت، برضو يتعمل فوتوشوب ويترمى على الكتله عن طريق حاجه اسمها يو في دبليو انوراب. انوراب يو في دبليو ماب. هبقول لك ان شاء الله لما نيجي عند الماتيريال، هبقى فكرني بس.